أنطونيو سليمان ممثل سوري في ألمانيا لكن من نوع آخر. أنطونيو سليمان شاب سوري أشقر مفتول العضلات أنشأ عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ويروج لنفسه على أنه أول ممثل إباحي سوري أخرج ومثل في فيلمه الأول الملك العربي. أثار أنطونيو وسائل التواصل الاجتماعي وردود الأفعال المختلفة فيما يخص آدائه أو السخرية منه إلى جانب المحاولات الجدية لتحليل تجربته. نشر أنطونيو عبر حسابه على فيسبوك يقول: شهرتي سببها العالم المتوحش الذي تشارك على قتل الشعب المظلوم وممارسة جميع أشكال العنصرية عليه. فبدأ رواد وسائل التواصل الاجتماعي النبش في تاريخه ليقول البعض أن اسمه الحقيقي هو إبراهيم سليمان وعمره 21 عاما وأنه من مدينة حلب التي غادرها إلى ألمانيا عام 2012، وليشير البعض إلى أنه مثلي الجنس. وحين حاول البعض التواصل مع أنطونيو رد بوضوح: شكرا لكم، تأتيني الكثير من العروض، ما هو المبلغ الذي ستدفعونه لي مقابل اللقاء؟ في لقاء على أحد المواقع الألمانية لا يتعدى بضع جمل وعبارات، يقول أنطونيو أن عمره 19 عاما وأنه وصل إلى ألمانيا مذ كان في 15 من عمره، وقريبا سينشر الفيلم الذي تشاركه فيه ممثلة إسبانية مجانا. كما يقول أنه يحلم بأن يكون ممثلا وقد عمل في المسرح في سوريا، لكنه في ألمانيا دخل التمثيل من باب الأفلام الإباحية، وحلمه الآن هو ألا يكون نجما إباحيا بل جذب الاهتمام إلى المعاناة في بلده، منتقدا الجماعات الأصولية خصوصا عبر موضوع الفيلم الذي يمثله جارية تقدم لأمير حرب. ويضيف أنه برغم التهديدات العربية والفارسية التي تصله فهو سيستمر في عمله، ويقول أنه أبلغ مكتب العمل في ألمانيا عن عمله هذا ولم يعد يحصل على المساعدات من الحكومة الألمانية بل يعيش على عائدات الإعلانات والأفلام. وأضاف سليمان للصحيفة الألمانية نفسها بحسب الترجمة التي أوردها موقع دير تيليغراف أنه يتحدث اللغة الألمانية بشكل جيد، مؤكدا أنه قام بإنتاج فيلمه الإباحي الأول بنفسه، وأشار إلى أنه يتمتع بالحرية في ألمانيا واصفا إياها بأنها المكان الذي يستطيع فعل كل شيء فيه فيما لا يسمح له بفعله في وطنه. ويقول سليمان أنه يريد إظهار التعصب في بلاده عبر الفيلم مطالبا بمكافحة المجموعات المتعصبة التي تقمع الناس وتقتل النساء، لافتا إلى أنه سيعرض فيلمه مجانا وأنه صنعه من أجل ألمانيا، كما أنه لا يريد أن يصبح ممثلا إباحيا بل فقط يريد لفت النظر إلى المعاناة في وطنه. ويدعي سليمان أن أناسا من تنظيم داعش يقيمون في المنطقة التي يعيش فيها في ألمانيا، لذلك يشعر بأنه مهدد. أنطونيو سليمان يقول في مقابلة أخرى نشرتها إحدى الصحف الألمانية الإلكترونية أنه حاول العمل كممثل وتواصل مع مختلف الشركات والوكالات في ألمانيا لإيجاد فرصة عمل في هذا المجال، لكنهم كلهم كانوا يرفضون الأخذ بيده بمجرد معرفتهم بأنه لاجئ سوري. وعلى هذا الأساس يقول أن اللاجئ السوري تعرض لنوع من العنصرية بحسب تعبيره. يقول أنطونيو أنه بحث عن فرصة عمل في أي مجال آخر لا يتطلب شهادات جامعية هي بعيدة عن متناول يده بسبب الحرب في بلده، حتى أنه حاول العمل في مجال الخدمة بالمطاعم وفي غسيل الأطباق لكنه لم يوفق في ذلك. بعدها قرر الشاب طرق أبواب صناعة الأفلام الإباحية، لكن حتى هنا لم يجد من يرحب به. عندها لجأ إلى الحيلة فاتصل بمنتج بريطاني شهير مدعيا أنه ألماني الجنسية، فطلب منه المنتج مجموعة من الصور لمعاينة شكل جسده. كانت هذه الخطوة الأولى التي عبدت له الطريق، فتم اعتماده وطلب للعمل في بلجيكا في فيلمين إباحيين وحصل على 500 يورو نقدا عن كل فيلم قام بتمثيله، لكن أحدا لم يطلبه لأي فيلم بعدها. بعد مرور شهرين قرر هو القيام بتصوير وإنتاج فيلمه الإباحي الخاص. هو يصف فيلمه بالبداية الجيدة ولكنه يعترف بأنه لا يمكن مقارنته بأفلام هوليوود المماثلة. وعن هذا العمل يقول أنطونيو أنه لا يشعر بالسعادة فيه وأنه لا يعد كونه عملا بعيدا عن المواعدة الحقيقية. يقول سليمان: قالت لي عائلتي إنني جلبت لهم العار، وقال لي لاجئون آخرون إني لا أساعد في رسم صورة أفضل عنهم، لكني لا أؤيد كلامهم، فمنذ 5 سنوات وصور السوريين لا تظهر إلا تحت الأنقاض أو يتعرضون للذل والمهانة على طريق رحلتهم نحو أوروبا، هذا هو ما يهين وينتهك الجسد السوري. أجل،
أنا أستخدم جسدي كي أظهر أن هذا الجسد يمكنه ممارسة الحب وهو ليس للموت فقط.